وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن التضخم في مصر ينخفض بشكل ملحوظ، منوهة إلى إجراءات الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة مشاركة القطاع الخاص. أدركنا الالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر بالفعل، وذلك من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد. أولاً، انتقلت مصر إلى نظام مرن للسعر الصرف، وتمكنت من التخلص من التراكمات. وبالطبع هنا أود أن أثني على جهود السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في هذا الصدد. ثانياً، مصر زادت من دور القطاع الخاص فيما يتعلق بنمو وفرص العمل، وهذا من الأهمية بمكان إذا ما أردنا أن نمنح الفرص للناس وخاصة للشباب.